قسم التدريب والدورات هو أحد أقسام مديرية الإعلام، يتألف من مقر القسم بالإضافة إلى 3 شعب، حيث يقع على عاتقه مهمة إعداد وتنفيذ وصايا ومناهج تدريب منتسبي المديرية وجناح تدريب الإعلام للدورات المختلفة ولكافة المستويات. حسب توجيه السيد المدير المحترم بضرورة تطوير العملية التدريبية في جناح تدريب الإعلام، فقد تم التعاون والتنسيق مع عدد من الجامعات والكليات الاختصاصية ومراكز الدراسات والبحوث الأكاديمية والتي تعنى في مجال الإعلام وعلم النفس والدراسات الإنسانية الأخرى، وهذا ما يميز العام التدريبي 2022. ونحن مستمرون بإذن الله تعالى بدعم وإشراف مباشر من قبل السيد المدير المحترم في تنمية القدرات التدريبية والتدريسية والتعليمية، وكذلك في تحديث مناهج التدريب بشكل دائم. الدورات التي يعدها قسم التدريب الأساسية والتطويرية والحتمية تشمل الإعلام والتوجيه المعنوي والعمليات النفسية ومحاربة الشائعات، كما يقوم جناح التدريب بإعداد مؤتمرات وإلقاء محاضرات لمنتسبي المديرية في جوانب عديدة، منها محاربة التطرف بأساليب علمية حديثة. لا يزال جناح الإعلام والتوجيه المعنوي مستمرا في استقبال الدورات الأساسية والحتمية والتطويرية، وبما يسهم في رفع الكفاءة الإعلامية في المديريات والفرق في الجيش العراقي. محمد موسى، إعلام وزارة الدفاع.